اي بي جيمنج وفيديو جديد. يلا بينا يا شباب، شكرا جدا على التفاعل بتاعكم الرهيب ده، وان شاء الله مستمرين وبننزل كل يوم في رمضان، كل يوم فيديو. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ويلا بينا ندوس بلاي مع بيج المرعب يا شباب. انا خايف جدا صراحه. وايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده يا شباب، انا قلقان بصراحه. ما هو ده مكان، ايه ده، مكان ملاهي. اه صح، ايه ده، يا لهوي. طب يلا بينا، يلا بينا يا شباب، يلا بينا نجري وندور مفتاح الارض. عايزين مفتاح الارض حالا يا شباب، يلا بينا. ايه ده، ادى اتنين. اوه هيكسحوني، هيكسحوني. افتح باب. اوه ايه ده، مين ده؟ ما بروح يا عم. ايه ده، مش سيبني. انت مت ولا ايه يا اختي؟ بس يا شباب خدنا المفتاح الاخضر. يلا بسرعه، يلا بسرعه نعمله. يلا يلا، خد المفتاح الاحمر وخش اللي كانت معايا. اوه اوعى يا زميلي، اوعى محتاج. ايه ايه لا يا عم، كنت شاصد يا عم. خلاص خلاص والله، يا لهوي ده كنت هموت والله يا شباب. اوه بص بص، هو فين؟ يا نهار ابيض. اوه مش ممكن، المفتاح الاحمر يا شباب. يلا افتح بقى يا زميلي. اوه ده الكلام، انا مش معايا خشب يا شباب للاسف. اوه بسرعه بسرعه، نزلنا نزلنا نزلنا. مش عارف ليه مستقصدنا انا يا شباب، هو يعرفني طيب ولا ايه؟ يلا يا شباب ما تنسوش توصلوا المقطع ده ل 100 لايك عشان نستمر في تنزيل اليومي. طبعا كده كده بننزل يومي، بس بقى عايزين ننزل اكتر بقى، ننزل في اليوم فيديوهين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ويلا بينا يا شباب. ايه ده، هي دي، هي فين؟ انا شباب مش لاقيها. اختي شباب كانت بتاع ايه ده، انا محتاج ده. ليه الخشبه في المفتاح الاخضر لما تيجي في الباب الاخضر؟ اه اختي شاب بتقول لي اللي لزق في الباب الاخضر. اه هو هنا يا شباب، يا رب يكون هنا. اه صح، اسف. يلا يا شباب لقيتها. عاش جدا يا شباب، نقدر نكسب يا شباب، نقدر ان شاء الله. هو ايه دي، لازم نكون هنا معانا. ايه ايه ده، مش عارف الاقيها، انا عمري ما لقيتها الصراحه. يلا بينا، عاش عاش. يلا بسرعه 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 يا عم الخنزير. ايه يا عم المهرج، ايه ده، مفتاح اللص. انا خدت ال تقريبا تقريبا ده. ايه ده، هو جاي ورايا ولا اتخضيت؟ ما تعملوا معايا حاجه، انتوا مش عايزين تعملوا معايا حاجه ليه؟ افتح الباب. ليه نروح افتح الباب وبعديها اروح للمفتاح الازرق ولا اللبن، اللبن اللي جنبه. انا رايح اهو بسرعه. ما هو كده عملته اهو. ايه ده، المفتاح الاصفر، واحدة معاهم مفتاح الاصفر. قابلت بص قابلت، يا لهوي يا شباب. دوس على البتاعة دي. انت رايح فين؟ ما انا دوست عليه اهو، ما عملت اخده، كانت احمر. ما خلاص، ما انا قصدي على التانية. فين بقى التانية؟ انا دلوقتي جوه دي. دوس عليها تكة من بعيد، دوس عليها تكة من بعيد. لا سيب سيب الأداة ودوس تكة من بعيد. اه اوعى اسطوري، عايش جدا. تاخد اللي جواها. ايه ده، وفي جواها؟ اه ياه، مفيش الأداة. ايه ده، ايه دي الاداه يا شباب. اوه تخيلوا يا شباب، الاول مره الاقيها. انا فعلا مش بكون يعني كل شويه يعني ايه، مش بهتم بيها. بس ايه ده، هنا بقى محتاج ايه؟ ايه ده، محتاج دي، هي دي. اه لا مش ايه ده. السلام عليكم يا عم المهرج جميل. اجري بسرعه، اجري بسرعه. ايه ده، البيت راحت فين؟ ايه هو ايه ده، دي ماتت دي ولا ايه؟ ايه اللي حصل فيها؟ لا طلعت. ايه هو يا شباب، طب يلا بسرعه، ده واضح ان مفيش غيري ولا ايه؟ ايوه هي دي يا شباب، يلا بينا يلا بينا. هو ده الكلام، بسرعه ناخد الكود. عاش يا شباب، هو ده الاحتراف. هلا والله يا شباب، منورين، اقسم بالله منورين. انا عايز اكسب بصراحه، متحمس جدا ان اكسب. هو فين، هو فين، كان فين الباب؟ ايوه قدام اهو، قدام. عاش عاش يا اساطير، عاش يا ابطال الجيمنج. اوبن كده بقى. ايه، عايز اجيب يا شباب الشاكوش. طب يا شباب انا عايز شاكوش. اوه يا لهوي، ده في مفتاح هنا بس ده برتقاني. لا ما انا فتحته، انا كنت فاتحاه. طب مفتاح الاصفر فين، او يعني فين الباب اللي الاصفر ده؟ مش باب. اه ايه ده، هنستخدم يا ترى يا شباب اللبني؟ نجرب، نخليه معانا احتياطي. لا مش هتستخدموه، اللبني مفتوح. اوه واضح احنا عايزين بكده، ناقص لنا الاصفر تقريبا يا شباب. باله قول في فوق باين. اه لا ده في فوق السلاح.
ولا ايه ده؟ ايوه نخلي معاه المفتاح ده يا شباب. مفتوح، انا فتحته. يا بنت انتوا كده تخسروا فاضل دقيقة. يا شباب بقى دي يا شباب هنخسر. ايه ده المفتاح الاصفر اهو، خده بسرعة. دخلت فين فين اهو؟ روح للمكان ده، بس حاول تعدي من التجابات اللي هي حطاها. بسرعة افتح الباب. مش عايز تفتح ليه؟ انت مش هتقدر تفتحه وانت كده. عادي عادي بسرعة حط نفتح الباب من بسرعة. ورا. يا لهوي اعمل ايه بقى؟ بسرعة بسرعة اوه بسرعة، روح بسرعة جيب الشاكوش، خد الحاجة. خد الحاجة، ربما اموت. خد الحاجة. ما هاخدها اهو، بس استنى بس يجي بسرعة، خد. شايفك شايفك. يلا يا بلال يا اسطوري اجري كمان بسرعة. حطها بقى قدام، لو قابلني من هنا حطها في دي، حطها في دي بسرعة بسرعة. خد ايه؟ الشاكوش خد الشاكوش، اوعى يا بلال يا اسطوري. نط بسرعة نطتين على الباب، نط نطتين على الباب. يلا بلال، وانا انقصت واحدة اهو. انتوا بيبصوا لي يا شباب عشان انا المحترف، انا خايف. انا كده يعتبر كسبت. يا طب هتموت هتموت، اجري. ايه كسبنا ياس يا شباب، هو ده الكلام، احنا ابطال الجيمنج يا شباب. يلا بقى استنى لايك ولا ما استاهلش؟ يلا يا شباب بقى وصل الفيديو ده ال 100 لايك عشان نستمر في ماب الخنزير المرعب بصراحه. شفت شاب شباب محترف ولا ايه؟ يعني بدات كده فوق شويه بقى عشان يعني ايه، يعني التفاعل بتاعكم الجميل خلاني كل شويه اتدرب على اللعبه بقى. يلا يا شباب بقى ندوس تخطي عشان انا متحمس جدا. اوعى بقى معايا 95. هلا 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 اعلى احلى احلى متابعين، هلا. يلا نقول لهم كل سنه وانتم طيبين يا ابطال. يلا بينا ندوس بلاي ونشوف ايه اللي هيحصل. يا ترى مين يبقى الخنزير المرعب؟ انا صح خايف خايف شويه. بس لو انا الصراحه يعني انا المشكله انا مش شاري يعني ايه شخصيات كتير يعني. بس يلا اختي اختي يعتبر زوزو شاري كل حاجه، اكتريت حاجات. نختار بقى ايه؟ الهاوس. الصراحه احنا كده عدينا من مكان الغابه. غابه ايه؟ لا عدينا من مكان الملاهي صح؟ احنا المكان اللي فات ده اللي كسبنا منه ده كان مكان الملاهي. بصراحه مكان جميل جدا وسهل وكسبناه. ما بالملاهي معايا مكان الملاهي. عاش جدا يا شباب. بلاير انفين. خلاص يا شباب التحول، يلا بينا نختار التحول. بصراحه بحب اول العبها. يلا بينا يا شباب. يلا بينا يا شباب منورين والله. طبعا يا شباب بقى في كل يوم فيديو. فيديو ايه كمان يا شباب؟ في فيديوهين. يا ترى مين؟ اوه يا بنت اللذين. سبحان الله يا شباب. عاش جدا يا شباب. طبعا يا شباب بقى في كل يوم باذن الله فيديوهين، يعني فيديو الصبح وفيديو بالليل. مش عارف بالظبط هيبقى الساعه كام، لكن عامه يعني ممكن مثلا فيديو يبقى الساعه 1 او 2 وفيديو التاني يبقى مثلا الساعه 8. ايه رايكم في المواعيد دي؟ اكتبوا لي المواعيد دي تحت في الكومنتات، يعني حلو ولا وحش؟ يعني المفروض ده حلو، يعني واحد الساعه 1 و او يعني مثلا الساعه 2 على حسب ما انتوا عايزين الساعه كام. ويلا بقى نركز يا شباب في البيت ده عشان انا قلقان. عشان انا مش عايز اتحول، انا عايز اكسب بقى. انا جاي عشان اكسب. انا هصحى لما بدوقة 30 ثانية. انا مش جاي عشان اهزر. محتاجين اللون اللبني. ماشي يلا بينا يا شباب. يلا بينا يا شباب بقى عايزين نلعب لعب احتراف بقى. اوه اختي نزلت. يا لهوي اللون الاخضر، تعالى يا لون. اوه يا لهوي يا شباب شوفوا اختي، يا نهار ابيض. اوه وكنت هتحول حالا. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما، تعالى نطلع فوق. انا ما طلعتش فوق يعني ايه؟ افتح بالله عليك. يا لهوي خلاص يا اختي خلاص والله. يا هموت حالا يا شباب. المفروض انا فتحت. يا لهوي يا شباب ايه ده؟ انا نزلت لقيت حد قدامي. والله حرام. يا لهوي والله يا شباب كنت ممكن اكسب، بس عادي عادي. بص يا شباب شكل اختي عامل ازاي. طب تعالي تعالي اقول لك حاجه، تعالي تعالي بس تعالي. وقف هنا بس، وقف استني كده. بص عليا بص عليا. ايوه وقف كده
استنى استنى اقول لك، بس وقف كده، بس كده يا شباب احنا كده خدنا الصورة المصغرة بتاعت الفيديو. يلا بينا نرجع الناس، هو ده الكلام. يلا بقى يا شباب، بدأت ان شاء الله، يعني انا بدأت اتعلم الصور المصغرة، لان انا الصراحة الصور المصغرة مش بعرف اعملها قوي يعني. تعالى يا نوتي، والله كنت اجيبه. يلا هجوم عليه يا حبيبة. هاي ايوه بقى، ايه ده، هما فين؟ ده في واحد نوتي بقى مستخبي، مفيش حد. طيب ماشي، نبص نشوف الحمام كده. انا جيت، ايه ده، مفيش حد. سبحان الله، هو انا فتحت ما فتحتش كمان؟ ايه ده، وفي ايه؟ طيب ايه ده، هو فين البني ادمين؟ هو يعتبر واحد سادس بقى، واحد سادس يعتبر. طب دور عليه، دور عليه. هي هي حبيبه، من هنا من هنا، هي جايه لك، جايه لك. هي هجوم، هاي هجوم يا اختي. اسطوره، اوعى اوعى يا شباب، هو ده الكلام يا شباب. طبعا يا شباب، بالنسبه للصور المصغره، انا صراحه مش بعرف اعمل صور مصغره قوي، بس بتدرب مع الوقت وبحاول ان انا اقدر اعمل صور مصغره كده كويسه. فانا بجرب في الفيديو ده اللي انا اعمل صورة مصغرة انا اللي اعملها، يعني انا اللي اعملها، ما اخدش صورة مصغرة من حد، ونقدر احنا نظبط الدنيا. يلا بينا يا شباب بقى، وصل فيديو 100 لايك. انا متحمس بصراحة، اختي بتقول انك اخترت على السكينة وانا متحمس، انا موت بلال. انت نوتي ولا بلاش بلاش، خلاص يا عم، خلاص عشان محدش يزعل مني، خلاص. نختار مكان السكول يا شباب، يلا المدرسة. مكان المدرسة ده جامد على فكرة، بحبه قوي يعني. لا لا المدرسة، ايه المدرسة يا شباب، حلوة قوي مكان المدرسة. اوبا اوبا، يلا بينا السكينة. يا ترى مين اللي هيكون مع الخنزير وهيساعد الخنزير ويقعد يموت فينا؟ هو لا، بس هو يعتبر بيساعد الخنزير. شباب صح يا شباب، التحديث ده يعتبر اللي هو انت بتساعد الخنزير. لا لا، بتساعد الخنزير ان انت تقتل، وبعدها كده كده الخنزير بيغدر بيك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ايه ده، ما جاش حاجه ليه؟ صح، ما انا ايوه صح صح كده. انت عرفت من ايه؟ البدايه الجديده. يا ده يا شاب، دي اختي هتغدر بي، انا غدار. ماشي يا غدار، انا بقى اوريكو مين بقى الغدار دلوقتي. ماشي ماشي يا ابطال الجيمنج، ماشي يا شباب احذروا عشان اختي. انا اخر مره يا شاب، تعالى هنا، تعالى اقف عندي، لسه مش معايا السكينه. فين انت؟ قفص بيضه، روح اخش في البيضه. ايه ده، ده بيضه، اخش في البيضه. ايه ده يا شباب، وش يا عم انت، في ايه؟ مبروح. والله جامدة يا شباب، أول مرة أشوفها الصراحة بتاعت البيضة دي، أنا خايف. عادي عادي عادي، ماشي. أوه بيجي نازل يا عم، بيجي. ماشي يا عم بيجي. دلوقتي بقى احنا لازم نركز. احنا دلوقتي لازم نركز. يا لهوي، أنا اتزنقت نفسي شباب. آخر مرة لعبت هنا ما كنتش لاقي الكتاب خالص، مش عارف ليه الصراحة. يعني آخر مرة كنت لعبت في المبدأ ما كنتش لاقي الكتاب. ما تساعدينا يا أختي بقى. ماشي خلاص، ماشي تمام 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 يا شباب. اختي غدار، اغدروا بيهم يا حبايب الاول. ماشي، بس السكينة بتاعتك ظهرت. هو طب اغدروا انت بيهم الاول، بعدها بقى ايه؟ انا لا لا، هتغدروا بيا انا اطلع عجة اكون جريت بقى. اكون جبت منك. لا يا شباب، اختي قاعدة بتفكر عايزة تغدر بيهم. لا والله، ايه لا لا، حركة الباب دي الرخمة دي، لا خلاص عادي، موتيني بقى، اطلع اجري يا شباب. اختي عايزة تقتلني، يا لهوي، والله حرام، يا لهوي يا شباب، والله حرام يا شباب اللي بيحصل معايا ده. طب اروح فين، فين صحابي؟ طيب يا لهوي، انا نازل بتاغي. يا لهوي يا شباب، طب مين كده باقي؟ طيب يعني ادي زوزو، اوه اهي اهي، دي تحت في الدور الارضي. يا عيني، مفيش دي الوحيده تبقى عايشه. بتجي من خنزير وانت بقى تعالي لها زي يعني. لا امشي معاها عادي، ماشي امشي، ما تطلعيش سكين، اجري معاها، اللي هو اجري بسرعه، فاهمه؟ اللي هو يلا
يلا نجي من الخنزير كده يعني فاهم، بعدها بوم مديها بالسكينة. قولها بس يعني اجي عادي. اه بعمل فيديو. عاش عاش عاش. اوبا اوبا اوبا. يا انا حاسس ان هي عارفه على فكره، اكيد عارف مندر هي اللي عايشه. اه والله عارف. انت طلعت سكينه ليه؟ هو عليك وعلى سنين طلعت سكينه ليه؟ ايه دي يا عم الخنزير؟ اوه دي يا شباب ما كان خلاص كده تموت ناو. لا لسه ما ماتتش، قاعده بتجري من الخنزير حالا اهو. طلع طلع يا حبيبي طلع السلم. اوه عاش عاش يا اختي عاش. تقدري تجيبيها؟ تقدري ايه؟ ايوه هتلاقيها هنا تقريبا. ايوه يا نزلت. اوه عادي عادي تكسبها ان شاء الله تكسبها يا ربي، بس الخنزير ما يغفلكيش. واستخبي واستخبي. ايوه استخبي كده. ايه هجوم؟ ياه لازم يكون هجوم قوي. يلا بقى ما تسيبهاش بقى ما تسيبهاش. ايوه هتيجي من هنا. ايه ده دي طلعت اكيد. استني كده اشوف دي طلعت. استنيها على السلم. طيب ما ينفعش، ما هو اكيد نزل على ده على ده باين. مش فاكر ده ولا التاني. مش على ده. اه ده التاني يا شباب. بلاو ده حوار كبير، ده تقعد تجري الست دقايق دول. يا بنتي يلا موتي ونجي. ايه ده مين دي؟ هلا هلا اديها اديله. ما فكرة تعرفي انت ليه بقى المفروض انت تعملي ايه؟ حركة ذكية وتشيلي السكينة. بس خلاص كده هم عرفوكي. لازم كنت الأول تشيلي السكينة والله، عشان محد عشان اللي هو ما لا مش هيعرفوكي. وبعدها بقى ايه ابداي بقى موتيهم هما الاتنين والله سهل. يلا لا هجوم. يا يا والله كنت هتقدر تجيبيهم. والخنزير فين طيب؟ يا لا وخنزير اصلا تعبان عشان هو مش بلير يا شباب، فعشان كده. ايوه احلى سكين لاختي. شوف يا شباب سكين اختي هي اللي لابسه سكين ده بتاعي. ايوه بقى والله بتاعي. بقول لك بتاعي ده التيشيرت بتاعي اهو اللي انا لابسه. لا اما انا لابسه لونه عليه باين الشكل ده برضه. اديها. اوه يا الهي يا الهي اديلها. ايوه بقى الخنزير خربان ده. ايه ده ولا ما ينفع؟ لفينا من ناحية تانية. لفينا من ناحية تانية. اه صح خلاص خلاص. الخنزير زعلان. هو ده خنزير؟ هو ده يسمى خنزير؟ ده مش خنزير. يا لهوي يا شباب. يلا عاش يا اختي عاش عاش يا اختي عاش. يا لهوي ده الجيم مش عايز يخلص ليه؟ حاولي حاولي حاولي. ايوه المفروض كنت من الناحية التانية يا اختي. ياه هو البوت بقى. هديك بول. انا بول انا بول بوت يعني. يعني هموت من بوت يعني على اخر الزمن هيموت من بوت يعني. بص شويه محترف قاعده بتجري ازاي وسريعه. قبليها. لا لا اللي هي البنت بتجري. يلا قبليها يا اختي. واحد فين لسه في الدور الارضي. الدور الارضي انا هقول لك عليها. هي فين؟ طلعت طلعت. ده لا ودي متعبه جدا. هو هتموتي من ده تعبان او مش عايز اصلا يجي ورا حد. ماشي. او ايه اخيرا. اخيرا. عاش يا اختي عاش يا اختي. طب ايه ده؟ يلا عادي بقى. بس كده يا شباب فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجيمنج الجديده. بس كده كل سنه وانتم طيبين. يبقى جيمنج ابطال الجيمنج وسلام.